أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا استهداف قافلة للأغذية من قطاع غزة خلال قصف لبحرية الاحتلال الإسرائيلي. وأكدت الوكالة الأممية أن القتال العنيف في خان يونس ومحيطها خلال الأيام الماضية أسفر عن خسائر في الأرواح وعن أضرار في البنية التحتية المدنية، بما في ذلك في أكبر ملجأ للأونروا في المنطقة الجنوبية. وأشارت الوكالة إلى أن استمرار العمليات العسكرية في خان يونس يجبر الفلسطينيين على الفرار جنوبا نحو رفح المكتظة بشدة، مضيفة أنه حتى الثالث من الشهر الجاري بلغ إجمالي عدد من قتلوا من الموظفين في الأونروا منذ 7 أكتوبر الماضي ما يبلغ 152 موظفاً.